فتحت إذن البوابات، انطلقت أفراس الإنتاج عمر 3 سنوات بمختلف درجاتها متنافسة على مسافة الميل تقريبا. جائزة إحزام بن أخزام العجلين الدوسري يرحمه الله، أحد رواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب والله وثراه. التقدم يأتي من شقر بدور، وأيضا يأتي في هذه الأثناء من لورين 13 فرس من أفراس الإنتاج المحلي عمر 3 سنوات تشارك في هذا الشوط. مشاهدين الكرام، لورين في المركز الأول من الخارج المتابعة من المربعانية، ترف من الداخل في المركز الثالث، فيما التقدم يأتي من الخارج أيضا لمارينا، واحدة من الأسماء المرشحة في هذا الشوط هي في المركز الرابع الآن مع تقدم منيبة للمركز الثالث وباقيا للمركز السادس، وأيضا الرأسي للمركز السابع. منافسة الأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات بمختلف درجاتها في هذه الأثناء تتغير المراكز، ويحدث تغير أيضا بالمراكز. مارينا تتقدم المرشحة للمركز الأول من الخارج، ومن الداخل المنافسة موجودة من لورين صاحبة المقدمة في هذه الأثناء مع الاقتراب من علامة 300 متر. الأمتار الأخيرة مشاهدين الكرام والخط المستقيم، التقدم لمارينا الاسم المرشح في هذا الشوط، تراجع للورين ومحاولات من طرف للتقدم في الأمتار المئة الأخيرة تقريبا. مارينا المرشحة بكل قوة تتقدم تنهي هذه المنافسة لصالحها. إذن أنهت